حياكم الله حبيتي مشاهدي قناة دجلة الفضائية، برنامج سود الجماهير. تغطية هذا اليوم خاصة بنهائي مونديال قطر بين الأرجنتين وفرنسا. خلينا نشوف توقعات بعض الجماهير اللي واقفة. قد تتوقعون النتيجة قبل المباراة؟ 1-0 للأرجنتين. قد تتوقع النتيجة؟ 2-0 أرجنتين. 2-1 للأرجنتين. كلكم تشجعون الأرجنتين؟ أي نعم. قد تتوقع النتيجة اليوم؟ والله إن شاء الله 1-0 للأرجنتين. هاي كل الجمهور أرجنتيني اليوم. قد تتوقع النتيجة؟ 2-0 لمن؟ فرنسا. تتوقع النتيجه؟ 2-0 فرنسا. تتوقع النتيجه؟ 2-0 الارجنتين. طبعا ازدحام شديد على قصيت تكتات ما حد يطببني. طبعا جماهير مكتظه على ابواب منتجع طبوا الولد جوا كلهم نخيل بغداد في احد مناطق بغداد. مدرجات تستوعب الاف، والان نشوف الجماهير متواجده خارج الملعب. اعزائي المشاهدين، خلينا نلتقي مع الزميل ياسر العامري في مكان اخر بالعاصمه بغداد. شكرا لك زميلي حسن، وتحيه طيبه لمشاهدي قناه دجله الفضائيه. نحن الان في احد الاماكن اللي يتجمع فيها الجماهير العراقيه لمشاهده مباراه فرنسا والارجنتين، النهائي الذي ينتظره الكثير. خلينا نشوف آراء الجماهير ما قبل المباراة. مرحبا. الأجواء عنده قبل المباراة؟ والله الأجواء جميلة، ويجتمعين هسه طلاب التراث جميعا. تتوقعها؟ والله أتوقع الصراحة فرنسا قوية. أي أيوة والله. مبين عليك مشجع أرجنتيني. لا 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 لا، غلطان والله غلطان. أنا أحب كريستيانو والله، بس أنا أحب ميسي، وإحنا نحب ونتمنى إنه ميسي يختم كرة القدم. وان شاء الله يعني مشجع مدريدي ومع انه ميسي واحب ميسي، اتمنى انه تنتهي اللعبه 2-2 ويجول ميسي خير جول، ينتهي فيلم كره القدم الميسي. يعني الارجنتين تقول بابا ان شاء الله تفوز الارجنتين. قد النتيجه؟ 3-2 الارجنتين. مرحبا على قلب سلام. اتوقع النتيجه ان شاء الله فرنسا. فرنسا قافل كل شيء ولا ميسي. يعني انت مدريدي؟ اي كل شيء ولا ميسي. انا اخذها ميسي، لا اطلع منه انا. قد النتيجه؟ 2-1 ان شاء الله فرنسا. امبامبي 2. امبامبي 2 ان شاء الله. كانت تنقلق للاخير. ارجنتيني يفوزون، ها هي كل شيء ما اريد والله. اتوقع افضل عليك. حيولي والله ما يقدر. قد تتوقع؟ 2-1 للارجنتين. 2-1 فاريز وميسي راح يقولون. هاي البطوله لميسي. هي اخر شيء لها، هي اخر لعبه، ما بيها مجال، لازم يفوز. اجيك بعد المباراه ان شاء الله. اذا خسرت هلا بيك. شو تسوي هاي بعد فرصه وراح تروح؟ مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. اتوقع فوز فرنسا 2-1. اشجع الارجنتين بس صعبه عليكم؟ صعبه، كلش صعبه. اتمنى ميسي يفوز كاس العالم، بس اتوقع فوز فرنسا. جمهور ميسي هواي هنا بالتراث. البطوله اللي ما ياخذها ميسي تعتبر بطوله فاشله. صدقني ميسي وحده بطوله. قلت تتوقع النتيجه؟ اتوقع 2-1 للارجنتين. 2-1 للارجنتين طبعا. وانت هم ارجنتين؟ ارجنتين ان شاء الله، وان شاء الله 2-0. صعبه بس ان شاء الله 2-0. فريق اللي عنده ميسي ما يخاف، ان شاء الله 2-0. بس هم عندهم وبطل العالم. احنا عندنا ميسي بطل العالم، انا عندي ميسي افضل لاعب تاريخ كره القدم، ما يجي مثله لو بعد 1000 سنه. بالتاريخ؟ بالتاريخ. صعبه اي لا هي يعني هاي مدريد يقول، مدريد يقول، مدريد على راسي، بس هاي حقيقه يعني. ما يصير تنكر ابد. مارادونا، مارادونا لاعب تاريخي، بس ميسي ما يجي مثله. تاريخ مستحيل. نفسه مارادونا راح يعيد التاريخ ويا ميسي. 2-1 2-1 للارجنتين. 2-1 للارجنتين. شوف كلكم 2-1 في متفقين. المصطفى كلها ارجنتين، كلها ارجنتين يا مصطفى. طيب حبيبي، شوف بعض الخبر لورا. مرحبا. هلا وسهلا. يا رب اتوقع النتيجه والله ان شاء الله الارجنتين. قز قز. 2-1 2-1 2-1 ان شاء الله. كلنا متفق على 2-1. احنا متفقين 2-1 ارجنتين، عليها رهن. اي والله متراهنين عليها. برشلونه انت مبين؟ لا انا ما اشجع برشلونه، بس ابو تياجو احبه، ميسي. اي والله على مود ميسي. من يشجع الارجنتين؟ احنا ميسي. لا كانديه ريال مدريد. قلت لك ريال مدريد. شوف مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. 3-2 للارجنتين. 3-2 ونهائي. اي عشان عادي. شنو تريد تكرر المباراه ذاك كاس العالم؟ فرنسا تغلبت 3-2. لا تغلب الارجنتين. اي 2-1 ارجنتين.
حبيبي مراحب قلبي حبيبي. توقعاتكم ان شاء الله 2-1 للارجنتين، 1 الفاريز و1 ميسي ان شاء الله. كلها ارجنتين النخاع. تطلع جزاءات للارجنتين ان شاء الله. جزاءات للارجنتين. لقينا واحد مختلف بهذا السرع. اعطيكم تسريبات، ميسي حيرفعها اليوم كاس العالم يمي. قد النتيجه؟ 5-1. 5 وبالنهايه موي 2-1 للارجنتين. 2-1. خلينا نشوف توقعات. مرحبا مرحبا اخوي، شلون ان شاء الله الارجنتين يعني، بس جزاءات جزاء. خايف انت من والله؟ اي بصراحه فرنسا قويه. على اخ بدون مواسي الارجنتين مبين هذا. وين 1-0؟ 1-0 اكيد راح تقول لي ميسي ان شاء الله. بس وهم جزاء هي فيها والله بك الجزاء يفوز حبيبي. شنو توقعك؟ 2-1 لفرنسا ومبابي جول مقطع. انت يمكن مختلف عن هذا السرعه كله، كل ارجنتين انا ويلحق ويلحق انا ويلحق ويلحق فرنسا. المفروض تاخذ فرنسا 2-1 بعيد كلش بعيد يعني. والله ماكو ارجنتين. يجيك بعد المباراه نرجع لنا ان شاء الله. نفس التوقع ما تهم 2-1 لفرنسا ان شاء الله. زين لقينا فرنسيين 2 فرنسا موجودين 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 حجي. انا قالك هسه واحد بالاخير فرنسي 2-1 بس قله مو مثل الارجنتين. اي طبعا، بس هو لازم مشجعين فرنسا وارجنتين هنا. اي ان شاء الله الفرنسا. انت تشجع فرنسا كمنتخب؟ لا ما انت الله. لا انت مدريدي. اي طبعا مدريدي. انا فرنسا هم بها الواعيب هم بريال مدريد، لذلك انا مشجع الفرنسا. اي 2-1 هي 2-1 الفرنسا. يلا خلينا نشوف. مرحبا حبيبي سلمك حياك الله. والله هي صعبه بس 2-1 ان شاء الله الارجنتين ان شاء الله. مو هي تقريبا الفريقين متقاربين بالاداء والاسماء، ف يعني نحاول ان شاء الله بلكي ان شاء الله يسجل. هو اكيد ميسي واحد ما اعرف جوز ديبال جوز الفاريز سهله. وخلي قول واحد مال فرنسا مبابي ما يخالف. خلي قول اي خلي حتى لا يضجون. يلا خلينا نشوف. 2-1 للارجنتين ان شاء الله. 2-1 للارجنتين ان شاء الله. توقع 2-1 ان شاء الله. الارجنتين تم ارجنتيني ام ارجنتين؟ 2-1 للارجنتين. 2-1 للارجنتين. 2-1 لو 3-2 لفرنسا، بس هي ما تنهزر. هي صعبه كلش صعبه كلش صعبه. 3-2 قلت لي او 3-1؟ 3-2 لو 3-1 لفرنسا. 3-2 تعيد كاس العالم السابق عادي. 3-2 لو 3-1 لفرنسا. تذكر هذه المباراه؟ اي طبعا كانت كلش صعبه. هم اصعب هاي عادي، بس هي كلش صعبه، ما تنحزر كلش ما تنحزر. صعبه 3-1 للارجنتين ان شاء الله. 3-1 للارجنتين. اي والله ابو تياغ طبعا ابو تياغ غير موجود اليوم اسطوره. توقعك؟ والله لعبه صعبه وما تنحزر كتشكيله واسامي. فرنسا الارجنتين ممكن كروح، واذا ابو تياغ بيوم الارجنتين ان شاء الله. 2-1 2-1 ان شاء الله. 2-1 الارجنتين. اي طبعا ميسي عندنا بعد. 2-0 ارجنتين. 2-0 ارجنتين. توقعك؟ 2-0 ارجنتين. 2-0 انت ارجنتين. 2-0 ارجنتينا. بس 2 ناقص فرنسا، الباقي كلها انا والشاقه كلها ارجنتين. بس 2 فرنسا الشاقه شدع. هاي الحج ارجك سجلها عليه. 2-1 فرنسا. 2-1 فرنسا. والله روح انت مختلف عنه. روح 2-1 فرنسا. روح يلا 2-1 للارجنتين. 2-1 للارجنتين. توقعات مختلفة هنا. مرحبا حبيبي اهلا وسهلا بك. الارجنتين اكيد. الارجنتين طبعا. فرنسا والله صفك. ها شنو؟ ارجنتين صفك. ارجنتين فرنسا وارجنتين بعد المباراة راح يصير عركات المباراة. قد النتيجة؟ 2-1. انت 2-1 2 فرنسا واحد لهم. ان شاء الله 3-0 للارجنتين. اقطع ابو تياغو اليوم يشققهم. متفائل هو اكيد متفائل. واول 5 دقائق ان شاء الله الجول. ارجنتين ارجنتين ارجنتين. 3-1 للارجنتين. قوية فرنسا. اشوفك قاعد وحدك ما حد يمك. حاجز الاثنين. حاجز الاثنين. انت فرنسا بس كل ارجنتين. لا فرنسا اليوم و3-1. مبابي قول 2 وجيرو قول 1. اوه
بس قوية ثلاثة على الأرجنتين. لا مباراة نهائية. الأرجنتين الأرجنتين ما واجهوا فريق قوي من دور المجموعات لحد ما وصلوا للنهائي. يعني مستوى البرازيل، مستوى البرتغال، مستوى فرنسا ما واجهوا فريق. هسه اليوم راح يتفاجون. يعني شوف فرنسا قادرة على تكرار المونديال. الثنائية هاي. ثلاثة واحد. مرحبا. مرحبا حبيبي. والله إن شاء الله 3-2 للأرجنتين. أرجنتين. إن شاء الله. 3-2. إن شاء الله. المباراة حافلة بالأهداف. إيه طبعا خطيرة المباراة. قوية كلش قوية. قوية. 3-2 للأرجنتين. 3-2 للأرجنتين. الأرجنتين طبعا. تياغو يستاهل. زين أنتوا متفقين اثنين. هو جايين سوية حبيبي. يلا خلينا نشوف. خلينا نشوف جماهيرنا. بحال الأرجنتين. 3-0 بحيل الله. لا يتلعب بحيل الله. تلعب عادي عادي. 3-0 بحيل الله. هذا بتجيب والله. لا لا غلط. كاس العالم بس اصبر خلنا نفهمك. اي ياتي جاي شوفك كاس العالم ورافع ميسي وداحته. كذا النتيجه 3-1 ميسي جول 2-1 الفارس لو ديماريا. هواي هم يشيلون هواي دول. 2-1 ارجنتين. 2-1 للارجنتين وميسي اثنيناتهم. انا جاي كل الارجنتين هنا طبعا. 3-1 فرنسي. مختلف. زين لقيت واحد مختلف عنكم. 3-1 فرنسي. ايه مو صعبه ميسي. لا ما له علاقه. والله شوف فرنسا. ها شوف فرنسا اقوى. ايه طيب خلينا نشوف بعد المباراه. 2-1 الارجنتين. 2-1 الارجنتين. 2-1 فرنسي. فرنسي. 2-1 ارجنتين. ميسي والفاريز. ايه ارجنتين. وحتى لو ما اخذ كاس العالم ميسي افضل لاعب بالتاريخ. يلا 2-1 للارجنتين. 2-1 للارجنتين. ان شاء الله 3-1 لفرنسا. زين. لا مضغوط. صفق قاعد. مضغوط. والله. اذا غلطت هو مضغوط لعب. والله هسه شوف ابو تياغو ان شاء الله فرنسا. على العزيمه هم مضامطين على العزيمه. على احسن. والله. شوف راح يعزم. هي. زين. بس مو هواي. لا هو على قدهم على قدهم على قدهم والله. 3 وزايد هني. 3-1 والله. 3 وزايد صعبة على فرنسا. لا لا سهلة. أول شوط 3 متفائل يعني. أول شوط 3 أول شوط 3 أول شوط 3 يلا نجيك. 3-1 فرنسا. شيك أي شيء أكيد فرنسا. ها بابا موجود. 1-0 الأرجنتين إن شاء الله. الأرجنتين قبل مباراة الأرجنتين وفرنسا وقبل انطلاق صافرة البداية. خليكم ويانا وبين الشوطين نرجع لكم. Come on.
هدفين دون رد للمنتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا. شو شفت الشوط الأول؟ يجنن يعني فد مباراة كلش قوية. تتوقع الشوط الثاني كهداف؟ طبعا. وقل لي أنجرتي رأيك الشوط الأول؟ والله فول خبل استمتعنا مرتاحين الحمد لله والشكر. توقعاتك للشوط الثاني؟ والله إن شاء الله الفوز للأرجنتين، أتوقع بعد بيها مجال جول جول إن شاء الله. شو رأيك الشوط الأول؟ ماريد رحم الله والديك. سبحان ما شجع نفسي ما شجع طوبان. رايك الشوط الاول؟ هاي فرنسا رايك الشوط الاول؟ محمود فالح رايك الشوط الاول؟ حبيبي شنو هاي؟ رايك الشوط الاول حبيبي؟ تتوقع كهداف الشوط الثاني؟ ان شاء الله خير. كيف تتوقع؟ 3-0 للارجنتين. كيف تتوقع النتيجه الشوط الثاني؟ 3-1. شلون شفت الشوط الاول؟ كل زين. قيمتها 1000 دولار. كيف تتوقع النتيجه بالنهايه؟ 3-0. كيف تتوقع؟ 2-1. توقع فرنسا تسجل جول واحد والارجنتين تفوز. ما يقولون بعد دعاء السيد بعد. يتوقع 3-0 3-0 للأرجنتين إن شاء الله. يتوقع نتيجة الشوط الثاني؟ إن شاء الله 5-0. أكيد؟ إن شاء الله. ترجع فرنسا. فرنسا ترجع. والله ترجع. الميسي بعد هي هاي النجمة الثالثة للأرجنتين. وخذها فرنسا بعد ما ترجع وبعدك جول. الشوط الثاني. شوط ثاني تقريبا لعبة 3-1 تنتيل الأرجنتين. جزاءات روح جزاءات أرجنتين إن شاء الله. 1-0. قد 1-0. هو شوط الأول 2-0. اللعبة الثانية شلون راجعين فرنسا راجع 3-2 إن شاء الله. فوز 3-2. ثلاثة اختلاف 4 للأرجنتين. 5 والله 5. 3-1. 3-1. فرنسا توقع على الأرجنتين. 3-1. كيف توقع؟ 3-1 للأرجنتين. كأنما شاهد عن المنتخب العراقي ده يلعب ومو الأرجنتين. هذه أفراح الجمهور. أقول لك مبروك أقوى أحلى أحسن لواعب من دول الأرجنتين. ميسي بدع بها اللعبة. أخذنا فرقين قدموا الفرق اللي لعبوا فاز الافضل. اريد اوجه رساله
الصديق احمد عدنان، اقول له تونس تونس ابوبي وينو كسرنا عينه، ابوبي وينو كسرنا عينه. هذه الافراح مشاهدينا الكرام من ارض العراق، وكانما انا في ارجنتين. تعال ميسي تعال. قبل المباراه قلت لك الفريق اللي عنده ميسي ما يخاف، داينامو الفريق بعد يعني مال مساله افضل لاعب بالتاريخ، يعني بعد انحسمت المفروض ما نتناقش بيها. الف مبروك للارجنتين، فريقي ساهل. بس ملاحظه، بطوله كاس عالم وحيده كانت نسخه اللاعب الواحد اللي هي سنه 86 نسخه مارادونا، نسخه قطر 22 ايضا كانت نسخه واحد، نسخه ليونيل ميسي بعد هاي ختمها. طبعا اريد رساله لاحمد عدنان صديقي، ميسي افضل لاعب بالعالم، ولا احد يقول ميسي واحد افضل من عنده، افضل لاعب بالعالم. لكن على وهذا الكره تنصف ليو، الكره تنصف ليو. شاهد هاي الافراح، كسرنا عينه امبابي وينه، كسرنا عينه. على الموقف بعد كسر الشوط، ها ميسي خذ على الموقف، بعد متوقع بعد ميسي ماك خذ ميسي بعد متوقع ماك بعد ماك كسر عام لغى ميسي. حتى ميسي اعتزل 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 ميسي بعد ماك. ميسي افضل لاعب بالعالم. هاي كيفك برا برا للتاريخ 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 منتهي. ميسي 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 ميسي. في بداية اللقاء، في بداية المباراة قلت المباراة البطولة اللي ما ياخذها ميسي بطولة فاشلة، وبالفعل اخذها ميسي. الف مبروك ابو تياغو، ويبقى ابو تياغو. باي باي امبابي، يعني كاس العالم لابو تياغو. فاتك التسريبات قبل اللعبة، قلت لك ميسي يرفعها رفع. ابو تياغو بس حبيبي، ابو تياغو بس وقطع. كلمة تسريبات الارجنتين والله. هي من البداية محسوبة. انصفت ميسي، اليوم انصفته من الاخير، اثبت انه هو الافضل في العالم، ما حد يقارن بميسي، هو الافضل على الكل، لا رونالدو لا مبابي لا هذا، حقق الالقاب الفرديه والالقاب جماعيه، حارس سوا. حمدون وينك؟ حمدون حمدون وينك؟ وينك؟ مبابي وينك؟ مبابي وينك؟ عدد من الحاضرين لمعرفة آرائهم بالمباراة. أهلاً ومرحباً. ألف مبروك ميسي، ألف مبروك كرة القدم، ألف مبروك عشاق الأرجنتين. خلاص الطوبة انختمت، كرة القدم قصة وانهاها ميسي بأفضل نهاية. بس حرجوكم انتهت شوط ثاني، ها حرجوا الأرجنتين هذا. خلاص بالله علينا فزنا، كرة القدم أهداف تعترف بالنتائج فقط، وفزنا. ألف مبروك. الحمد لله والشكر، فزنا الحمد لله والشكر، فزنا. ميسي 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 ميسي. ألف مبروك، ألف مبروك، يستاهلوها وبجدارة. الأرجنتين كأس العالم، واليوم السوق بالصدارة. ألف مبروك. ألف ألف مبروك حبيب أستاذ حسن، الله يبارك فيك. طبعاً مباراة جمعت أطفال العالم بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، لكن ميسي هو سيد أوروبا، وهو من أثبت العالم أنه هو سيد اللاعبين ومتعة اللاعبين. هاي دموع عليك دموع؟ نعم أبدعت ولعبت وسحرت، نعم أبدعت ولعبت وسحرت يا يونيل، يا يونيل أبدعت وسحرت وتمثلت وأمتعت وأبدعت يا يونيل،
ليونيل سيد كرة القدم، سيد كرة القدم ليونيل، ليونيل 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 ليونيل. ألف مبروك للمنتخب الأرجنتيني. كسرنا عينه ديبالا وينه؟ كسرنا عينه. ألف مبروك الأرجنتين، ألف مبروك ليونيل ميسي، ألف مبروك. هاي البطولة يستاهلوها واخذوها بجدارة. ألف مبروك كأس العالم للأرجنتين، ألف مبروك. ديبالا وانا ارجنتيني فرحان؟ فرحان اكيد والله العظيم. يعني شنو هاي؟ ما هالمكان هذا ماكو واحد يشجع فرنسا؟ لا عم ارجنتيني وعلي اكيد. شنو معناته؟ انا شجعت ميسي اليوم، والله شجعت ميسي، شجعت ميسي. شنو تقييمك الاداء الارجنتيني اليوم؟ مو الحرجه والشوط الثاني؟ اي هم رجعوا بسبب مدرب، تغيير مدرب. ايه الولد هذا تشجعهم؟ انا والله شجعت، لا شجعتهم بالنهايه، صحيح اني صحيح شجعتهم بالنهايه. ايه لانه هو واحد من الصورتين لازم ياخذ كاس عالم، واخذ ميسي. يستاهلون؟ يستاهلون اكيد يستاهلون، هو اللي تقدموا كل لعبه هم تقدموا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم اكيد التعلامي اكيد ما قاعد تنحاز لاي فريق، تقييمك لاداء المباراه اليوم؟ اليوم المباراه كانت اكيد احراج بسبب فريق الارجنتين بالشوط الثاني. نعم. الشوط الاول كان فرنسا استسلمت للنتيجه، ولكن الصحوه عادت المباراه خلتها تطلع بهاي النتيجه، نتيجه الجزاء. والله المباراة كانت في الشوط الأول هي من صالح الأرجنتين، وكان شفنا لعب الأرجنتين كان متوازن وكان لعب متكامل، لكن بالشوط الثاني رغم تقدم فريق الأرجنتين منتخب الأرجنتين بهدفين، لكن شفنا أنه المنتخب الفرنسي سرعان ما عاد إلى المباراة مرة أخرى وسيطر على اللعب وسجل الهدف الأول والثاني وتعادل في الشوط الثاني. احنا اشجع الارجنتين بالتاكيد، لان انا ريالي من اشجع الارجنتين. فشفنا اليوم مباراه رائعه، كانت مباراه تستحق ان تكون هي مباراه نهائيه لكاس العالم. الفريقين قدموا يعني كل ما التنظيم قطر شدوا لي. التنظيم طبعا كان جدا جدا رائع. شفنا اليوم انه من بدايه البطوله لحد نهايتها شفنا الملاعب كانت بهبها صوره. اليوم شفنا تنظيم عالي كان في قطر، ما حصلت بها هاي البطوله، ما حصلت بها اي مشاكل. مباراه راقيه وروعه، وكان الاستحواذ كله للارجنتين ويستاهلون الفوز، وميسي طبعا هو واحد عالم ويستاهل. بس الشوط الثاني ما كان له الشوط الثاني. لا ليش؟ بالعكس، لا بالعكس، مو حرجوكم جابوا جول. حظ صار، حظ صار، صارت لعبه حظ. بس بالاخير يا ولا اخذها ميسي، جاب جول، صنع اقوال، والحمد لله والشكر اخذت الارجنتين. فرحان؟ طبعا فرحان، فرحان مو للارجنتين بس لميسي. ميسي الوحيد يستاهل الفرح، الوحيد يستاهل نصف كره القدم، ما جاء مثل لاعب. مبروك، الله يبارك فيك. Thank you.
الأرجنتين سجل دوبلي كأنها رسالة. يمشي القائد بوجه اللاعبين. الآن الدور على كينجز كومان. كان من الناس اللي قلبوا نتيجة المباراة. كومان مارتينيز. شوف في عينيك الدموع والخوف. ماذا انت فاعل يا تشوميني؟ اي كادر وكاميرا للاستاد؟ اي عودة على صورة الوحش؟ مرعبهم خوفهم يا ميليانو مارتينيز. تشوميني 19 سنة كيس ديفون ديشان الغرلي في ودينا والشمس. وتشوميني يقول له عندك رجال يا كوتش. يتقدم تشوميني يتقدم تشوميني
كره القدم تنصف ميسي. ميسي قاد الارجنتين للفوز بكاس العالم. احمد زكي فرحه، فرحه لا توصف. واخيرا كره القدم تنصف من اعطاها وتكافئ ميسي بكاس العالم. الف الحمد لله والشكر. كره القدم كافئت السعر الحلال في ملاعب كره القدم. ميسي مبارك لعشاق ميسي. أحلى فوز، أحلى فوز جماهير الأرجنتين. قل لي كل شيء يا بقول لك كل شيء. قل لي ميسي يستاهل، قل لي الأرجنتين لعبوا، قل لي كل شيء. بس لا تقول لي فرنسا اعطتها هيك، لا تقول لي فرنسا تخسر 2-0 ترجع 2-2 3 كل تطلع تجزئات، لا تقول سلمتها أبد. المدرجات أبد التاريخ. مبارك الحمد لله والشكر. ألف مبروك للمنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين سما حبيبي. ألف ألف مبروك للأرجنتين. طبعاً الفرحة لا توصف جداً بفوز المنتخب الأرجنتيني، ويا رب إن شاء الله التوفيق للمنتخب الأرجنتيني. مبارك للمنتخب الارجنتيني بفوزه على المنتخب الفرنسي. الحمد لله اليوم فرحانين، فرحه لا توصف للتاريخ. لا ميسي هتحقق العلم من المستحيل. لا شيء مستحيل عند ليو. تشجعون ميسي ولا الارجنتين؟ لا شيء مستحيل ليو. ليو لا شيء مستحيل. ابطال ابطال والله. كتلنا الحلم تحقق، كتلنا الوحش أرجنتيني. احنا عبانا ديوتش، عبانا هراسيات، طلعوا ديوتش كل شيء ماكو. بس خوفا على سلامة المواطنين الفرنسيين، خلي يشربون عصير ليمون لأن يهدي أعصابهم. هاي الفيفا خلي يسدوها بعد الفيفا. هاي ميسي واحدة من البطولات، من كرات ذهبية، من كرات ذهبية، أفضل لاعب بالتاريخ. واللي يقول غير هذا شيء بالعداء. هذا البطولات ميسي. لا بعد أحد تبكي لأن ميسي فاز. والله ميسي يستاهل، مو من هسه، من الكاس العالم قبل يستاهل. ابو تياغو هسه اسطوره العالم واسطوره الزمان وهذا المكان. لا رونالدو لا بيليه لا مارادونا لا زيدان، ميسي على العرش الوحيد. الف مبروك جمال الارجنتين. هي مالتنا، هي مالتنا، كاس العالم مالنا. استاذ حيدر زكي، ميسي تواهم احرق مرماهم، طفرش عارضات، طفرش شرارات. يا الهي الف 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 مبروك لجمهور الارجنتين عامة، وعلى فرحة ما تنوصف. والحمد لله اتحقق حلمي أنا كبرشلونة، وتحقق حلم ميسي. وألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك ليو ميسي، ألف مبروك. هلا أبو تياغو، هلا أبو تياغو، هلا ميسي. ويا سواه ليو، ميسي ميسي. إلى هنا تنتهي تغطية إعزاء المشاهدين.